دكتورة فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا مهند معك دكتورة، ذاكراني؟ أنا مهند، أكيد طبعا. دكتورة، في محاضرة لما كان دور الأسايمنت تاعي اللي هو السيمينار تاعي، ماشي، ما كملته، وقلت لنا ليوم الاثنين، كان يوم اثنين، يعني اسبوع مش هذا اللي قبليه، ليوم الاثنين بنكمل، ماشي. مش عارف انت كملتيه ولا لا، لان انا المحاضره هاي كنت في الجامعه والله، وما قدرتش احضر، كانت للساعه 5 حتى تاجلت ليوم، قلت لنا راح تتاجل للساعه 5 مساء، وانا الوقت الصراحه كان عارف. اليوم اللي كملنا فيه السيشن الثاني. ايوه، ايوه انا كان السيشن الثاني كان المفروض افوت فيه، بعرفش، لان انا السيمينار تاعي ما كملته، بعرفش ان الشباب كملوه عني ولا لا، مش عارف، طيب خلينا وانتو نشوف، بس كملتوه ولا لا، مش عارف كمان. خلينا، لاني اللي انا فاكراه مجموعة رقم 2 ما كانش كملت دانا، ففتحنا دلوقتي وزهية برضو مجموعة تانية ما قدمتش، وفي مجموعتين برضو مش عارفة ايه مشاكلهم، مش لاقية سيميناراتهم مرفوعة اصلا. طيب دكتور، انا قدمت الجزء تاعي، يعني في ما مش ع... يعني انا قدمت الجزء انت تاعي لما قدمت في الموضوع بتاعك يا مهند، انت قدمت، وفي انت ومحمد الدسوق، لا في كم شاب ما قدموش، كتير منكم ما قدموش، انا انت كان وباسل. ما اعرفش، باسل كمان قدم، حكى كلام. انت قدمت، لكن في كذا اسم معك، احمد بحنس، ابراهيم. دكتورة اللي ساعدوني في السيمينار انا ومحمد دسوقي واحمد بهنا، باسل ما شاركش تقريبا، بس ما شاركش في ال ولا بس محمد الدسوقي. لا محمد الدسوقي شارك في الكتابة، هو أحمد بهنسي، هو إبراهيم قصدي إبراهيم، وأنا وأحمد بهنسي اللي شاركنا الثلاثة، الباقي ما شاركش، بس أنا تقريبا أنا اللي شاركت أورال كمان، بس الباقي ما شاركش أورال، ما أعرفش عنه كيف يعني شاركوا اللي الكتابة. جهز السيمينار يا مهند انت، اللي جاهز السيمينار أنا انت دكتور وابراهيم وأحمد بهنسي، واحمد بهنسي. ماشي تمام. خلاص، خليني طيب افتح القائمة اشوف معايا. او دكتوره بدي عشان اتاكد، حرام ما اظلمش حدا، يا ما مش عارف، السيمينار لسه مش عندي في الموقع، تقدر تنزليه وتشوفي مين كاتب الاسماء اللي شاركوا في السيمينار تحت. اشوفه بس بعد بقى ما اخلص اللي انا فاتحاه دلوقتي في السيشن تمام اللي احنا فيها دلوقتي عشان الوقت. تمام تمام نقول سلام عليكم للجميع. الناس اللي ما كان زاهية أو زهية، يا زهية، زهية موجودة؟ زهية مش موجودة. طيب دانا، دانا، دانا. عموما انا برجع تاني اهو، او بدي فرصه عشان الناس اللي كان ما كملتش او ما قدمتش الجزء بتاعها في السيمينارات اللي اتشرحت ياخدوا فرصتهم. ده انا كذا مره الحت، واديني انا بقول على استعداد اني تكمل الجزء بتاعها، ما هيش معانا مين تاني غير دانا، او مين تاني اي موضوع سيمينار اصحابه ما كملوش للنهايه يا جماعه. دكتورة، احنا مجموعة ناجية. مجموعة مين؟ ناجية 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 10، رقم 10. طيب يا ناجية، أنا فاكرة حاجة زي كده. طيب بس خليكي، طيب ما كانش السيشن دي، هيبقى اللي بعديها خلاص. طيب تمام دكتورة. مجموعة، في عندي مجموعتين أنا مش لاقية السيمينارات بتاعتهم مرفوعة على المنصة أصلا، مجموعة 6 لدعاء وسوسن وسوزان وغدير، ومجموعة 10 لمجد وميسرة ومنة الله ورند وجنين. المجموعتين دكتورة، أنا احنا عندي بعتنا لياكي على المكتب للمرضى يرفع، مجموعة لما 10 قلت لي انت اللي هو بعتيها ميسر. كده على الواتس. لا، حكينا معك في المحاضرة انه مش راضي يرفع لين كمية ايوه كبيرة، ماشي، دلوقتي ما في ونسخناه ناس وبعتنا لياكي للمكتب. دكتورة، انا كتبت لك على الواتس انه احنا سلمناك يا ورقي بالمكتب وما رضي ينرفع لانه حجمه كبير، فبعثته على الواتس. طيب هنعمل له شير دلوقتي ازاي بقى؟ دي مشكلة. دكتورة احنا بنعمل له شير من عندنا، مش مشكلة. طيب يلا يلا، وابعتي لي بس عشان يمكن رقمك مش مسايف عندي، فابعتي لي بس دلوقتي رسالة عشان افتحه من عندي. تمام، إذا في مجال بنفتحه احنا من عندنا، بنعمل شير سكرين يعني، مش مشكلة. طيب يلا. تمام، نبدأ هسه. بتوقع انه ما بزبط نعمل له شير، لانه لازم نكون في تحطنا كوشير دكتورة كو هوست، صح؟ اشوف. فما لا مش بزبط مشكلة، منه. بيمشي الحال. كان عندنا برزنتيشن عند دكتورة ديما وعملنا شير بدون ما ماشي، يكون بس كوب. صحيح دكتور، عادي.
من غير هوست. طب يلا يلا. طب حنين اعملي له شير من عندك لاني انا مش عارفه ابلش دكتوره ولا شو. يلا نستنى حنين قبل ما يلا لا ابتدوا عشان الوقت بس. تمام. هلا احنا اليوم نحكي عن موضوع النيوتريشن فور بيبي. بعتيلي معلش بعتيلي رساله خلاص. يلا بلش. يلا توكلنا على الله. رح نحكي اليوم على النيوتريشن فور بيشنت ويز كانسر. هلا بالوضع الطبيعي عندنا خلايا الجسم بصير لها جرو بشكل كنترولبل. المشكله بتصير عندنا لما سم اوف ذا بودي سيل جرو انكنترولبلي اند سبريد تو اذر بارت اوف ذا بودي. هلا هون بصير في عندنا ديزيز. رند لو سمحتي. نعم واضح. عملت شير سكرين وهي ال واضح. تمام تفضلي. هلا المشكله بتصير عندنا لما some of the body cell grow uncontrollably and spread to other part of the body. فهون بصير في عندنا disease يلي هو عباره عن الكانسر. هلا الكانسر هو start almost anywhere in the human body يلي هو مكون من تريليون اوف سيل. هلا بشكل طبيعي خلايا الانسان بصير لها grow multiply عن طريق عمليه اللي هي اسمها cell division يلي هي الانقسام الخلوي. بتشكل عندنا خلايا جديده حسب احتياج الجسم لها. هلا لما هدول الخلايا بصير لها grow old or become damaged they die and the new cell take their place. يعني هي بتروح وبتشكل بتبلش عندنا خلايا جديده بتحل مكانها. هلا المشكله بتكون عندنا انه sometimes هاي العمليه بصير لها break down والخلايا المفروض انها راحت بتصير لها grow and multiply مع انه هي المفروض خلص انتهى انتهى يعني شو بدها تعمل وماتت وحلت مكانها خلايا جديده. هلا هدول الخلايا بتشكل عندنا تيومر. التيومر هي عباره عن lumps of tissue اللي هي عباره عن كتل من الانسجه. هلا التيومر ممكن يكون عندنا كانسرس وممكن نوت كانسرس اللي هي بنوم. يعني التيومر ممكن تشكل عندنا اللي هو السرطان الحميد او السرطان الخبيث. لا لا تقصدي ورم حميد او ورم خبيث. في سرطان حميد وسرطان هي بناين يا مالجنانت تيومر يعني. قصدي ورم انا. تمام. هلا الكانسرس التيومر هو بينتشر وبيغزي الانسجه القريبه منه وبرضه هو قادر انه ترافل تو ديستنت بليس ان ذا بودي تو فورم نيو تيومر. هاي العمليه اسمها الميتاستاسيس. هلا الكانسرس تيومر برضه له اسم ثاني اللي هو عباره عن المالجننت تيومر. هلا الماني كانسرس الكانسر فورم سوليد تيومر. هلا السوليد تيومر هي عباره عن سوليد ماس اوف كانسر سيل ذات جرو ان اورجان سيستم كان اوكر اني وير ان ذا بودي مثل البريست كانسر. هلا بخلافه مثلا السرطان الموجوده الاورام اللي بتكون بالدم هي عباره عن ليكويد تيومر يلي هي بتتشكل عندنا بالبلاد بالبون مارو بالليمف نود. هلا بالنسبه للبينوين تيومر هي ما بتنتشر ولا بتغزو الانسجه القريبه منها ولما نشيلها ما بصير لها دونت جرو باك يعني ما بترجع تنمو مره جديده بعكس اللي حكينا الكانسرس تيومر. هلا البينوين تيومر مرات ممكن يكون عندنا حجمه كبير. هلا المشكله كمان بتكون عندنا انه مرات بيكون له سيريس سيمتومز وممكن يكون عندنا لايف ثريتنينج انه مهدد للحياه مثل البينوين تيومر اللي موجود عندنا بالبرين. هلا ذير ار مور ذان 100 تايب اوف كانسر. هلا التايب اوف كانسر يعني هو بتسمى حسب الاورجان اور التيشو وير ذا كانسر فورم. مثال على ذلك اللنج كانسر هو ببلش عندنا باللنج وكمان حتى لو انه انتشر لبارت ثانيه من البادي بضل اسمه بنفس المنطقه اللي بالبدايه اللي هو بلش فيها. فمثلا الكانسر اللي ببلش عندنا باللنج وانتشر عندنا للليفر بضل اسمه لنج كانسر وليس ليفر كانسر. هلا في عندنا دراسه بتحكي لنا الموست كومن كانسر ان جوردينيان. هلا بالنسبه للميل هي اكثر اول شيء اللوكيميا والكولوريكتال واللنج واليورينري بلادر واخر شيء البروستيت. بالنسبه للفيميل عندنا اول شيء اللي هي واكثر شيء منتشر عندهم البريست بعدين الكولوريكتال بعدين اللوكيميا بعدين الثايرويد وبعدين اليوتيراس. هلا بهذا السيمينار احنا رح نفوكس على البريست كانسر. هلا البريست كانسر هو عباره عن مرض بتكون فيه السيل ان ذا بريست جرو اوت اوف كنترول يعني هي خرجت عن سيطرتنا. There are different kinds of breast cancer. في عندنا أنواع كثيرة من البريست كانسر. هلا الكايند الأنواع هدول بتعتمد عندنا على which cell in the breast turn into cancer. يعني إيش اللي بصير فيها السرطان. هلا من الأشياء الشائعة اللي غلط المتعارف بينها بين الناس يعني متعارف عليها إنه البريست كانسر هو بصيب بس الويمن. بس هو لا هو بصيب غالبا الويمن ولكن برضه ممكن يتواجد عند الرجال. هلا في دراسة بنسبة أقل كثير يعني نسبة قليلة. في دراسة بتحكي لنا إنه واحد من أصل 100 breast cancer diagnosed باليونايتد ستيت هي وجدت لرجل. لا البريست كانسر ببلش عندنا ب different part of the breast. هلا أول إشي كبداية يعني البريست هو made up of three main parts اللي هي اللوبيول والدكت والكونكتيف تيشو.
هلا الليبيول هي الجلاند المسؤولة عن البروديوس الملك. الداكت هي عبارة عن تيوب ذات كاري ملك تو ذا نيبل. والكونكتيف تيشو اللي هو مكون عندنا من الفايبرس والفاتي تيشو هو سراوند اند هولد everything توجذر. هلا اغلب البريست كانسر هو بيجن ان ذا داكت اند الليبيول. وبرضه البريست كانسر ممكن ينتشر عندنا اوتسايد ذا بريست عن طريق البلاد فيسل وعن طريق الليمف فيسل. هلا اخر شيء ان الموست كومن كايند من البريست كانسر هو عباره الانفاسيف داكتال كارسينوما يلي هو ببلش عندنا بالداكت وبعدين انه جرو اوتسايد ذا داكت انتو اذر بارت اوف ذا بريست تيشو. وفي عندنا النوع الثاني يلي هو انفاسيف لوبيولار كارسينوما يلي هو ببلش عندنا باللوبيول وبينتشر عندنا للاذر بارت من البريست تيشو القريبه منه. هلا الانفاسيف كانسر سيل هو ممكن انه ينتشر للاذر بارت اوف ذا بودي. هلا في عنا انواع تانية ولكنها less common مثل الباجل ديزيز اوف ذا بريست وعنا الميديولاري وعنا الميسينوس وعنا الانفلاماتوري بريست كانسر. هيك بكون كملت انا. تمام. مين بعدك حبيبتي؟ رند. تفضلي يا رند. دكتور انا كملت، هلا بيجي دور منا. تفضلي يا رند. انا دكتور. تفضلي يا حبيبتي. انت اللي قدمتي دلوقتي يا رند صح؟ يا رند. اه دكتوره انا رند. انت اللي قدمتي الجزء ده دلوقتي. اه صحيح. طب اتفضلي اللي بعدك منى اتفضلي. تمام يا دكتور. طب هو كده البتاع ظاهر ولا لا الاصايم؟ لا ما فيش، مش شير. كده ظاهر يا دكتور؟ آه يلا تفضل. تمام. أول حاجة هتكلم عليها هي السيمتومز بتاعة البريست كانسر. أول عرض للبريست كانسر وجود كتلة أو منطقة من الأنسجة السميكة في البريست. ومعظم أورات الأمراض الثدي مش سرطانية والأفضل فحصها عند الدكتور. Most breast lumps are not cancerous but it always best to have them checked by doctor. أول عرض هو كتلة جديدة أو منطقة من الأنسجة السميكة ما كانتش موجودة قبل كده. New lump area of second tissue in their breast that was not there before. A change in the size or shape of one or both breast. تغير في حجم أو شكل أحد البريست أو الاثنين. تلاتة discharge of fluid from either of your nipple. خروج سائل من النبل. Change in the look or feel for your skin such as puckering or nippling, a rash or redness. تغير شكل أو ملمس البشرة زي التجاعد أو طفح جلدي أو احمرار. سادس حاجة change in rash like eczema, crusting scaly or itchy skin or redness on around your nipple. طفح جلدي زي الإكزيما أو كسور أو احتكاك أو احمرار حول النبل. Changing the appearance of your nipples such as becoming sunken into breast. تغير في مظهر النبل زي اللي هي تصبح غائرة. وهنا في ملاحظة ان الألم ليس عادة من أعراض سرطان الثدي، مش شرط يكون في ألم. تاني حاجة أتكلم عنها الدياجنوسيس، البريست كانسر دياجنوسيس. رؤية طبيب عام، لو لاحظنا أي من الأعراض اللي احنا قلناها قبل كده لازم نروح تاني حاجة هيحصل تصوير بالأشعة فوق الصوتية أو الموجات الصوتية. لو لقينا أعراض هيتم تحويلها على وحدة متخصصة للثدي، ممكن تحتاج لإجراء أشعة سينية أو فحص موجات فوق الصوتية. بايوبيسي، تالت حاجة اللي هي البايوبيسي اللي هي الخزعة، مكان بيتم فيه أخذ عينة من خلايا البريست واختبارها عشان نعرف الخلايا دي سرطانية ولا لأ. الرابع حاجة النيدل أسبريتيش، نيدل أسبريتيش.
نيدل اسبيريشن اللي هو الإبرة الشفط، بنستخدمها لاختبار عينة من خلايا البريست علشان نبحث عن الكانسر، أو لتصريف كتلة صغيرة مليانة بسائل اللي هو الكيس الحميد. خامس حاجة اللي هي خزعة الإبرة، ودي النوع الأكثر شيوعا من الخزعة، وبناخد عينة من البريست باستخدام إبرة كبيرة. سادس حاجة ال vacuum assisted biopsy، اللي هو نوع تاني من أنواع الخزعة، واللي هي خزعة بمساعدة الفراغ. شفت. خلاص كده أنا خلصت الجزئية بتاعتي يا دكتور. ماشي يا رندي، مين بعدك يا حبيبتي؟ لا أنا منا يا دكتور. يا منا، معلش، يلا مين بعد منا؟ أنا يا دكتورة تفضل. بالثاني. تفضل تفضل يا ميسر، اسمع بس يا بنت. الجزئية تبع التريتمنت، نبلش أول شيء بالسيرجري. إزالة السرطان، في 5 أنواع من السيرجري: إزالة سرطان الثدي، استئصال الكتلة الورمية، أو الجراحة الحافظة على الثدي. يتم إزالة الورم وجزء صغير من الأنسجة السليمة المحيطة. ثاني واحد، إزالة الثدي بالكامل. استئصال الثدي هي استئصال الثدي، جميع الأنسجة الثدي والفصيصات والقنوات والأنسجة الدهنية وبعض الجلد بما في ذلك النبل والأريولا، وتكون التقنية الجراحية الحديثة استئصال بس البروست والنبل مع الحفاظ على الجلد. رابع وحدة، ثالث وحدة، إزالة عدد محدد من العقد اللمفاوية، هي العقدة الحارسة لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر للغدد اللمفاوية. رابع وحدة، إزالة العديد من الغدد اللمفاوية، تشريح العقد اللمفاوية الأوطية، وهي إزالة العقد اللمفاوية وإزالة الموج وإزالة الموجودة في الأبط. خامس وحدة هي إزالة كلى الثديين، استئصال استئصالهم. نيجي على الثاني نوع اللي هي radiation therapy، هي استخدام آلة كبيرة توجه حزم عالي الطاقة إلى الجسم مثل الأشعة السينية والبروتونات لقتل الخلايا السرطانية. يمكن بالأشعة عن طريق وضع مادة مشعة داخل الجسم من معالجة كتبية وإلى جدار الصدر بعد استئصال الثدي، وتستمر آثار الأشعة من 3 أيام إلى 6 أسابيع. نجي على ثالث نوع اللي هو الكيموثيرابي. الكيموثيرابي يستخدم العقاقير لتدمير الخلايا السريعة النمو. عادة ناخذ العلاج الكيميائي بعد الجراحة لتقليل فرصة عودة السرطان. يكون الهدف هو تقليص الورم إلى حجم يسهل إزالته بالجراحة، ويستخدم أيضا في النساء المصابات بسرطان انتشر يعني بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم. السايد افكت، السايد افكت اللي هو يكون عبارة عن الشائع بها تساقط الشعر، الغثيان، القيء، الإرهاق، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، المناعة يعني تبعهم. رابع نوع اللي هو هرمون ثيرابي، يستخدم لعلاج سرطان الثدي الحساس للهرمونات. يشير الأطباء لأن هذه السرطانات لأنها سرطانات مستقبلات هرمون الاستروجين الموجبة ومستقبلات البروجسترون الإيجابية. يمكن استخدام العلاج الهرموني قبل الجراحة أو بعدها أو غيرها من العلاجات لتقليل فرصة عودة السرطان. إذا كان السرطان انتشر بالفعل، قد يتقلص العلاج الهرموني ويسيطر عليه. من ضمن هذه الأدوية، أول أدوية عندنا اللي هي الأدوية تمنع الهرمونات من الالتصاق بالخلايا السرطانية، معدلات مستقبلات هرمون الاستروجين الانتقائية. أول واحد تاموكسيفين على شكل حبوب يسمى لافيدكس، وعلى شكل سائل سولتي ماكس. ثاني واحد أبيزيتا. خلاص مش مشكلة النقطة دي، مش مهم، مش هنقف عندها كتير، بس اللي بعديها عشان كل أدوية دكتور الباقي. خلاص خلاص خلاص، مين هيكمل في ايه الأوتلاين الأخرى؟ وبعد في نقط يعني اللي هي التارجت، وفي 7 أنواع. لأن هو أكملهن ولا خلص؟ لا، عايزين بس ندخل في النيوتريشنال انترفينشن لمريض الكانسر. تمام. مين اللي هيكمل؟ أنا دكتورة راح أكفي. تفضلي يا جميل.
واضحة الشاشة؟ يلا توكلي على الله. الجزء اللي راح أشرح عنه هو nutrition during the treatment phase، العلاج المرتبط بالتغذية، عفوا التغذية المرتبطة بالمرحلة العلاجية. بما أنه هو عم يأخذ مريض السرطان عم يأخذ علاج كيماوي، فالعلاج الكيماوي ما راح يميز ما بين الخلايا سريعة النمو مثل خلايا الدم، خلايا الجلد، وبطانة المعدة، وما بين الخلايا السرطانية سريعة النمو. لذلك راح يكون في كثير تأثيرات سلبية ممكن نقدر نتفاداها أو نحتويها يعني من خلال الغذاء. مثل ما ذكرت الدكتورة سابقاً أثناء شرحها للمادة، إنه ما إنه في غذاء صحي فراح يكون في عندنا مقاومة للأمراض أو حتى تقليل من الإصابة ببعض خط الأمراض. خطوط العلاج، خط من خطوط العلاج. تماماً. الكانسر، هارت ديزيز، ستروك، دايابيتس، مرينا على المواد العناصر الغذائية اللي هي مهمة مثل كربوهيدرات، فات، بروتين، المينرال والفيتامين والووتر. دكتورة أشرح عنهم ولا خلاص؟ دي نبذة بس عن عنصر فيه. تمام. بالنسبة للكربوهيدرات هي المين سورس للإنرجي بالنسبة للجسم، ومثل ما قلنا هي الأسرع وهي مصدر الأساسي. بالضبط، بتوفر الإنرجي المطلوبة للفيزيكال أكتيفيتي وحتى proper organ function. البيست سورسز هي فروت، فيجيتابلز، الهول جرينز، حتى بتوفر كمان الفيتامين والمينرال والفايبر. يعني الأكلات دي مش بس فيها هذا العنصر فقط، فيها عناصر أخرى زي الفيتامين والمينرال والفايبرز. تمام. بالضبط. الدهون اللي هي بتلعب دور مهم كمان بالتغذية، هي مصدر طاقة للجسم، بيجي بعد الكربوهيدرات، خاصة أنه هي تستخدم لتخزين الطاقة، عزل أنسجة الجسم، نقل بعض أنواع الفيتامينات عبر الدم. لازم نركز على الأنساتوريتد اللي موجودة بالمكسرات، زيت السمك، الأفوكادو، نتجنب الدهون المشبعة. بالنسبة للبروتين، هي كانت مصدر طاقة احتياطي وإنما غير كفؤ، لأنها تمد الجسم بطاقة كافية، بس هي مهمة بمرحلة علاج السرطان لأنه هي بشأن عشان الربيع وإصلاح الجسم. بالضبط، وإصلاح الخلايا، وبتحافظ على عمل الجهاز المناعي. السورس إلها اللي هي السمك والدواجن واللحم، سوي فود، اللحم الطرية أو البيضاء الأفضل. تمام. الفيتامين والمينرالز لازم نركز على هاي النقطة، لأنه في بعض أنواع، في بعض مرضى عفوا ببلشوا بيوصفوا لبعضهم الفيتامينات والمينرالز كمكملات بدون ما يرجعوا للدكتور، وهذا إشي غلط. لازم يخبروه بحيث هو بناء على الحالة وتقدم المرض أو حتى على النمط الغذائي بيحدد هل هو لازم يأخذ مكملات أو لا. بالنسبة للماء كمان لازم يكون في كمية كافية من الماء بحيث يلبي الاحتياجات، ما يصير في عندنا أوفر هايدريشن ولا يصير في دي هايدريشن. الأدفايس، أهم النصائح اللي بنقدمها للمريض مشان يقدر يتعامل مع الأثار السلبية، اللي هي أنه drink enough fluid، أو من 1.5 لـ 2 لتر باليوم. طبعاً كمان لازم ننوه للمريض أنه الووتر مش شرط يكون بس ماء، ممكن كافي، تي، فلافر درينك، روز، ألموند، حتى في فواكه فيها كميات كبيرة من الماء مثل البطيخ. Eat small meals spread throughout the day and every 2 hours, 6 to 8 meals a day instead of 3 main meals. This will help to face nausea and loss of appetite. إنه يقسم الوجبات على مدار اليوم، بدل ما يكون 3 رئيسية يكون 6 لـ 8 وجبات. هذا الشيء بيساعد بمواجهة الغثيان، فقدان الشهية. Adjusting the diet according to patient condition. إنه تعديل النظام الغذائي حسب حالة المريض، هل في إمساك، إسهال، فقدان سريع للوزن، جفاف، عسر هضم، غثيان، وكل الآثار السلبية اللي بترافق العلاج. Focus on soft and easy to digest food. This useful in the event of ulcer in the mouth and inability to digest food. نركز على الأطعمة اللينة والناعمة سهلة الهضم، فهذا الشيء مفيد إذا كان في تقرحات بالفم وعدم قدرة على هضم الطعام. To relieve the feeling of nausea, you can add some different food flavored and smell. عشان نخفف من شعور الغثيان ممكن نضيف أطعمة ونكهات وروائح مختلفة مثل الأطعمة الحمضية والنعناع، زنجبيل، توابل وأعشاب أخرى. بتدي تيست أو بتحسن التيست كمان. بالضبط. To relieve the
هاي قرأناها. And the patient suffer from diarrhea, he should avoid food high in fat. إذا كان بيعاني من الإسهال لازم يتجنب الأطعمة الغنية بالدهون. وممكن كمان يستبدل الحليب ومنتجات الألبان بحليب الصويا واللوز وبدائل الألبان الأخرى. Eat food at room temperature, إنه يتناول الأطعمة بدرجة حرارة الغرفة. In case of dry mouth, it's possible to chew and suck on ice cube or eat ice cream. إذا كان في جفاف فم ممكن إنه يتناول ice cream. يمضغ حاجات يعني ممكن تبل شفايفه أو يمضغ حاجات فيها تلجية يعني مكعبات التلج اللي هي صغيرة ترطب يعني ترطب الفم. بالضبط. أو يتناول الفواكه الحمضية بحيث إنه بتعزز إفراز اللعاب وحاسة الذوق. ويحاول إنه تكون وجبته قبل ساعات من العلاج الكيماوي. Try to eat meal hour before the chemotherapy session. لما كنت بدور على التغذية والسرطان لقيت مجموعة معلومات كانت خاطئة، حتى بعض دكاترة ممكن ينصحوا المرضى فيها واستغربت صراحة، والمرضى نفسهم بيكونوا مقتنعين فيها، مثل إنه في مشروب يقضي على السرطان بأربع ساعات، وصفة لعلاج السرطان، أو إنه يشفى من السرطان بدون كيماوي، وهذا الإشي كان غلط طبعاً. أول معلومة المس انفورميشن الأولى إنه السكر هو غذاء السرطان. بالضبط، خرافات. Sugar is the food of cancer, so it's absolutely forbidden. لازم يكون ممنوع إطلاقاً، وهذا الشيء غلط. المواد السكرية مش محظورة خلال فترة العلاج، لأنها مصدر مهم للطاقة، وإنما يجب أن تستهلك بكميات معقولة باليوم. المس انفورميشن الثانية هي أنه في سوبر فود اللي هي الجارليك، ثوم، جرين تي، شاي أخضر، والبلوبري، التوت البري، كلياتها بريفنت كانسر، تمنع السرطان، وهذا الشيء غلط. تصحيحه أنه ما فيش شيء اسمه سوبر فود. هاي الأطعمة اللي ذكرت ممكن تكون جزء من نظام غذائي متوازن، وإنما ما في شيء يقي أو يمنع الإصابة بالسرطان، خاصة إذا كان في تاريخ وراثي مثل ما ذكرنا بسرطان الثدي. على حسب العوامل المختلفة. صحيح. المس انفورميشن الثالث هو from dandelion اللي هو الهندبة، لحقر القهوة، مروراً برادش اللي هو الفجل، جذور الكرفس، سيلري روت، لليمون سولت، ملح الليمون. هي ماجيك كيور، هي علاج سحري للسرطان، وهذا الشيء خطأ طبعاً. مثل ما قلنا بتقدر هي تكون جزء من نظام غذائي متوازن، وإنما هي مش علاج أبداً يعني. أهم نصيحة بنقدر نوجهها لمريض السرطان هو ask your doctor about everything that goes in your mind about your food during the treatment period and don't believe what is said in the internet even if it's attributed to medical page or doctor. ننتقل المعلومة مصدرها. بالضبط، يسأل الطبيب عن كل شيء بيدور بذهنه، لأنه هو الأدرى بموضوع حالته الصحية خلال فترة علاجه يعني، وحتى ما يصدق المعلومات اللي بتكون على الإنترنت حتى لو كانت منسوبة لصفحات طبية وأطباء معروفين. الله يكتب للمرضى الشفاء ويحمينا وإياكم. أنا خلصت الجزء المطلوب مني. تمام. في منكم أقدمش بنات في مجد؟ مجد بصراحة بعثت له، ما بعرف إذا هو موجود أو لا. طيب، هو الجزء لو في متبقي جزء ده كان ليها لمجد؟ نيوتريشن أفتر ريكفري لمجد. نمت، هي ما قدمتش. طيب هو مش موجود. ماشي. الحمد لله. زهية موجودة؟ زهية؟ دينا؟ دينا؟ طيب. يا نجية، مجموعة نجية اللي ما قدمش أو اللي ما كملش. يا جماعة احنا عايزين ننجز النهاردة لو سمحتوا. نراجع سريعا. ها؟ نعم يا دكتور، انا المفروض هنكمل على المره. رقية، يا رقية، طب تعرفي تعملي شير من عندك يا رقية؟ انا مش فاهمه. احنا دكتور، تقدري تعملي شير من عندك؟ دكتوره انا دانا. يا دانا، ما انا قعدت انده كتير يا دانا. دكتوره، احنا اتفقنا انه تاخدي فرصتك. تمام. طيب خلي دانا وبعدين رقية. تفضل، باقي في السيشن 10 دقايق عشان نلحق ننجز بعد كده. تفضلي يا دينا، اعملي شير من عندك يا دينا. اوكي تمام دكتوره. دكتوره شير والله ما مش عندي ال. طب ثواني ثواني. اوكي
يلا يا دنا. تمام دكتورة. أي شوي. أنا تقريبا 15 وعندي سلايد 15. توكل على الله. تمام. لا هذا اللي قبل الأخير دكتورة، اطلع اطلع لفوق شوي. كمان. أيوة كمان اللي قبله. أيوة هون. تمام. هلا أول إشي إنه إحنا بدنا نعرف إنه في عنا نوعين من الدهون اللي هم بولي أنساتوريتد واللي هي الدهون المشبعة والمونو أنساتوريتد فاتس. تمام. هلا الأولى هي بتكون عنا دهون مشبعة متعددة، والثانية بتكون هي عبارة عن دهون أحادية وغير مشبعة. أنا معلش لو سمحتي، لأنه أكيد طبعا كل الناس اللي حاضرة معنا دلوقتي مش متذكرة أنت بتتكلمي عن النقطة دي وعنوان موضوعك أصلا إيه، فاربطي بس بين كلامك وبين تايتل بتاع الموضوع. تمام أوكي. إحنا بدنا نحكي إنه عن المريض اللي بيكون عنده هارت ديزيز، وإيش ممكن شو النيوتريشن المناسب لإله، وإيش لازم يتجنب. تمام. هلأ بالأخص رح نحكي حاليا عن اللي هي الأملاح الزائدة بالجسم. تمام. وكيف ممكن تأثر عندي على مريض الهارت ديزيز. أول إشي اللي هو رح نحكي، حكينا أنواع الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة، وهلأ بدنا نحكي شو لازم يتجنب منها وشو لازم يأخذ منها. هلأ مثال عندي على المشبعة بالأول اللي هي مثلا الفش أو اللي هي vegetables oils، وهلأ خصيصا رح ندخل على الغير مشبع واللي هي مثال عليها الأوليف أويل والناتس والأفوكادو. هلأ بدنا نحكي شو تأثير الأملاح على مرضى الهارت ديزيز. تمام. أي مريض بيتناول عندي نسب عالية من الـ NACL، الجسم عندي بيعمل على احتباس الماء الزائد وبمنع خروج الملح من الجسم، وهذا الشيء بيسبب عندي hypertension. لانه ليش؟ لانه المي الدم. تمام. انه شو علاقه تسلسل اللي هو الهاي صوت دايت مع ستريس اون هارت. تمام. فاول شيء بالبدايه عندي الهاي صوت دايت بيودي عندي لا فلويد ريتينشن، وبالتالي رح يؤدي عندي للبلد. تمام. هذا احنا بنحكي عن... هلا احنا بدنا نعرف كيف ممكن انه احنا ندرج الدهون او الزيوت الصحيه او الاملاح في النظام الغذائي. يتراكم الكوليسترول عند المريض. تمام. او يتراكم في الاوعيه الدمويه بشكل عام. هلا اول شيء بدنا نعرف انه الفات اللي بمنتجات الالبان بتكون كامله الدسم وبتعمل كوليسترول وبتزيد نسبته، فإحنا لازم نخفف منها أو لازم ناكل إيش؟ أشياء قليلة الدسم. كيف هذا الإشي؟ طبعاً أنا بلجأ للزيوت اللي بتكون مثلاً عفواً بتجنب الزيوت المشبعة مثل جوز الهند والنخيل. هلأ إحنا بشكل عام عشان نحكي عن الهاي سولت دايت بدنا نحكي عن علاقة الأطعمة المصنعة بأمراض القلب. وطبعا هون لما انا بحثت انه شفت في دراسه، تمام، يعني خلال ما انا ببحث انه كان مكتوب دراسه امريكيه حديثه بتحكي انه الاشخاص اللي بتناول وجبه واحده من الاطعمه المصنعه او المعالجه يعني الفاست فود وهاي الامور بتسبب عندي امراض بالقلب بنسبه 9%، وهاي طبعا حسب ما ذكرته صحيفه ديلي ميل البريطانيه. وخلال ال 18 عام سجلوا تقريبا 648 من لاشخاص انصابوا بالهارت ديزيز، و251 لاشخاص انصابوا بالسدن هارت ديزيز، و131 امراض قلب تاجيه. ولما رجعوا لبرنامجهم الغذائي وجدوا انه كان بيحتوي على الفاست فود والاطعمه دائما المدرجه بالزيوت والمهدرجه وبتكون كلها دهون. طبعا بطبيعه الاطعمه الوجبات السريعه يعني. صح.
صحيح. هلا احنا شو بننصح؟ اهم شيء انه المرضى يلجؤوا لاي زيوت، مثال عليها زيت الزيتون. تمام. هلا ليش انا بدي اوصي المريض بزيت الزيتون؟ لانه عندي كثير مفيد للقلب. كيف؟ لازم ننوه انه زيت الزيتون رغم انه بيحتوي على نسبه كبيره من الدهون غير المشبعه، تمام، وبيعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم واللي هو HDL، وبيعمل على خفض النوع الضار من الكوليسترول، خفض النوع الضار وهو LDL. لأن أصلاً دور الـ HDL اللي هو الكوليسترول النافع أو الجيد إنه بيساعد على تخلص الجسم من الـ LDL المتراكم حوالين الأوعية الدموية. نعم صحيح بالضبط. فباي ذا واي دكتوره، انه رغم انه معلقه واحده من زيت الزيتون بتحتوي على 120 سعر حراري، الا انها ما بتضر بالجسم، يعني كونه بيعطي طاقه وبيحتوي على المعلقه الواحده بتحتوي على 120 سعر حراري، لكن ما بتضر بالجسم، بالعكس بتقي من الاصابه بامراض القلب وتسرب الشرايين والسكري. اغلب دكتوره السلايد اللي بعده اخر حاجه. تمام. هلا شو اهم التوصيات اللي احنا ممكن نوصي فيها المرضى حتى انهم يخففوا من نسبه السولت وهاي الامور بالاكل؟ انه اول شيء حاول استبدال الاطعمه المعلبه او المملحه بنكهات اخرى، ممكن تكون ممزوجه بالاعشاب، بالتوابل، بالثوم، بالليمون، حتى انه نعطي نفس الطعم بس يكون من غير اضافه ملح، او انه هو ياكل eat more plant based food. وأهم شيء يعني هو لما يجي يشتري مثلاً أي طعام أو أي أشياء تكون معلبة، لازم إنه يريد food labels، يقرأ الملصقات الطعام على إيش بتحتوي، حتى على مجرد المجمدات أو الأطعمة المغلفة، يشوف بشكل عام شو نسب المواد المصنعة فيها، بتحتوي على نسب عالية مثلاً من مواد ضارة، من ألوان مضافة للمثلاً المواد، هاي الأمور، ويشوف نسب الأملاح وتاريخ الإنتاج طبعاً. هلأ شو أهم التوصيات كمان اللي هي choose low fat dairy products، إنه يختار منتجات ألبان تكون دهنية وقليلة الدسم، choose fresh and processed food، تكون يحاول إنه يلجأ لأطعمة تكون طازجة وغير مصنعة، eat more plant based food، يتناول مزيد من الأطعمة النباتية، trim fat skin off meat، بحاول إنه يزيل الدهون العالقة باللحوم قدر الإمكان، avoid using oil with a high saturated fat content، اللي هو إنه يحاول ما يلجأ للزيوت اللي بتكون مثلاً مشبعة مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند. وآخر نقطة عنا اللي هي include a moderate amount of healthy fats and oils in your diet. Extra virgin oil, olive oil، اللي هو يحاول قدر الإمكان إنه يضيف زيت الزيتون لغذائه. تمام، أحسنت يا دانا. بنكمل يا جماعة، بنكمل إن شاء الله من الجلسة الثانية من اللينك بتاعها. الناس اللي ما قدموش برجع أقول مجموعة 6، ما أعرفش عنهم حاجة. لو في حد تاني وزهية، ما أعرفش زهية موجودة، عايزين بنخلص النهاردة إن شاء الله. طيب على كل حال بندخل على لينك الجلسة الثانية. الله يعطيك، يا ريت بكمل الحضور، أنا شايفة إن في ناس بتخرج وأنا ما أحصر الغياب إن شاء الله في الجلسة الثانية. خلينا بنكمل مع بعض بإذن الله تعالى. تمام دكتور، يلا توكلنا على الله.